زعيم يا زعيم استيقظ هيا. كم مرة قلت لك أيها الغبي ألا تقذني بهذه الطريقة؟ أخرج أخرج من غرفتي أخرج. أنا آسف يا زعيم. أخرج. أظن حان الوقت للذهاب للمدرسة. غريك لقد انتهيت من الحمام، أين منشفتي؟ حسناً حسناً يا زعيم يا زعيم حان وقت الذهاب يا زعيم. ما رأيك بهذا يا غريك؟ خذ هذا، هذا جزاؤك لأنك أيقظتني. توقف توقف أرجوك. حسناً أظن قد حان الوقت لأرتدي ملابسي. جائعة. هذا هو فطورك. أنا لن أكل هذا أبداً. أوه لقد نسيت المفضل لديك. لا لا أريد هذا يا أمي. سأعطيك شيئاً صحياً. خذي هذا. استمتع يا زعيم، هل يعجبك؟ هذا الهراء، كم مرة قلت لك إني لا أحب الفطور. أراك في السيارة. حسناً يلحق بي بسرعة. حسناً يا زعيم. أمي يجب علي الذهاب للمدرسة، أحتاج لكتب ودفاتر أقلام وحقيبة وليس لدي منها شيء. فقط ابقي هنا، سنجعل هذه حقيبة ظهر وهذه دفاتر. انظروا لهذا، المزيد من الدفاتر. أوه، ما هذا؟ مسطرة وأقلام. أمي ماذا تفعلين؟ تعالي إلى هنا هيا. انظروا ماذا أحضرت لك. أمي هذا محرج جدا. افتح الباب. أغلقه الآن. حسناً. أمي متى ستشتري لي حقيبة جديدة؟ أوه ما هذا، إنه دولار. أمي هيا لنذهب، هيا بنا. يا زعيم المكان آمن. ما كان هذا؟ أنت تقود مثل المجنون. يا زعيم حقيبتك. ماذا؟ أنا آسف جدا. أنا آسفة. سأساعدك بهذا جداً. أنا رايان. أنا إيفا. سررت بلقائك. سررت بلقائك. توقفي توقفي. لا 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 بأس لا بأس يا غريك، اذهب واجلس. ابتعد من هنا. لا اجلس. تعال يا إيفا بخير؟ لا تحلم أيها الولد الغني، ما كان اسمك؟ أنا رايان. أنا لا أهتم. حسنا كان من جميل لقاؤك. هو جميل لقاؤك أيضا. أغرب من هنا هيا. أتمنى أن نلتقي. أجل سنلتقي. هيا يا زعيم لنذهب. إنها جميلة جدا، هل رأيت كم هي جميلة؟ أجل يا زعيم. واو مرحبا ريان. مرحبا يا أستاذ. أهلا. أنا أرى أن معك حارسك الشخصي. أجل إنهم يأتون معي هذه الأيام. أنا رياضي. أجل أنت كذلك. هل تتذكر أنني أعطيتك واجباً منزلياً البارحة؟ كان من المفترض أن تجلب معك حيواناً أليفاً. الواجب المنزلي؟ بالتأكيد. لقد أحضرت حيواني معي. هذا كلبي. أنت كلب أليس كذلك؟ وكلبه جميل. أجل. انزل على الأرض. لا انزل انزل أيها الكلب. حسناً انزل. حسناً انزل. حسناً قل ووف ووف. هذا كلب مطيع. هل تريد الكرة؟ هل تريدها؟ أحبها. اذهب واجلبها. يا له من حيوان رائع. أجل إنه كلب مطيع. نعم أراك في الصف يا ريان. أجل أراك لاحقا يا أستاذ. أظن
نسيت شيئاً. حيواني من أجل المدرسة، يجب أن أجلبه معي إلى المدرسة. لا تقلقي يا عزيزتي، تفضلي. شكراً. لنذهب، لا أريد أن نتأخر. مرحباً يا أيضاً. مرحباً. هل جلبت واجبك المدرسي؟ أوه، الحيوان؟ نعم. نعم جلبته. أوه يا إلهي، إنه لطيف. شكراً. تفضلي. مرحباً. حسناً، الآن أنا سوف أبقى هنا وأراقب حتى لا يتسلل أي أحد إلى هنا. ريا، بالمناسبة هل يمكنك أن تخبرني أين هي ستيسي؟ ما أذكره هو أنها ذهبت لقضاء عطلة في ميامي. رائعة ميامي، جيد لها. أريدك أن تحل لي كل هذه المسائل يا ريان. غريغ. ماذا؟ المدرس يشعرني بالملل، هل يمكنك أن تشتت انتباهه؟ لا مشكلة يا زعيم. حسناً. سهل. حسناً. يا أستاذ، هل تود أن ترى خدعة؟ أوه، أنا أحب الخدع، دعني أجلس. أوهو. أظن أنني قد رأيت هذه الخدعة من قبل. هذه خدعة جيدة. إذن ما هو نوع هذه الخدعة بالضبط؟ لا تقلق، أنا ساحر. ريان، إلى أين تظن نفسك ذاهباً؟ أوه لا. وداعاً، أراك بعد ساعة. أوه لقد خدعت. ريان! هذا جميل جداً، تفضل. شكرا لك. مرحبا يا والدة إيفا. لقد أتيت لأرى إيفا. هذا مستحيل أيها الولد الغني. أنا حقا بحاجة. ابنتي إيفا لن تحب شخصا مثلك أبدا. ولم لا؟ اغرب من هنا الآن. حسنا. هاي انظر، سأعطيك كل هذا المال. كل هذا المال؟ من أجل ثيابك والجيتار. أريد السلسلة. والسلسلة؟ وتلك الأخرى. حسناً، والسلسلة؟ إنها صفقة جيدة يا رجل. هل يمكنني أن أعزف أغنية؟ حسناً. هذه الأغنية لك، أعلم أنك فقيرة وأنا أيضا فقير جدا، وهذا يعني أنه يجب أن نكون أصدقاء. يا لك من لطيف، أتمنى لو أن إيفا تكون مع شخص مثلك أنت. أوه لديك ابنة؟ تعال تعال إلى المدرسة. هي يجب أن ألتقي بها. تعال أخذ بعض العلم، هيا ادخل. مرحبا. مرحبا، أود أن آتي إلى هذه المدرسة. أوه ما اسمك أيها الشاب؟ أنا اسمي ريان. أهلا بك. هل يمكنها ريان. أن حسناً، لا مشكلة. إذا كان بإمكانكم أن تحلوا هذه. اثنان زائد ثلاثة. حسناً، واحد اثنان. هذه. هاي إيفا. هاي هاي، هل عرفتيني؟ ريان أنت هنا؟ أتيت لإنقذك وأخذك لعالم الأغنياء. أوه لك ما أرغب في ذلك، متى؟ الآن حالاً. هيا. حسناً لنذهب. أجل. هيا هيا. مرحباً، ماذا تفعلون؟ نحن فقط نتسلل لأن المدرس قد نعم. نام في الداخل. أطفال مجانين.
مين؟ وداعا يا أمي. أحسنتما صنعا. يلا الأطفال. ماذا تفعلان؟ ماذا تفعلان؟ يا أصحاب، إنه يأخذ إيفا. إنه رايان يأخذ ابنتي إيفا. إذا أحببتم هذه الحلقة ضعوا إعجاباً واشتركوا وتابعونا حتى لا تفوتكم الحلقة القادمة. سوف أنتقم منهم. ياه!